الصحة والعافية. ادعينا أنه يوجد إهمال، بمعنى أنه يتم بيع هذه التكنولوجيا إلى جهات وأنظمة ودول لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم حرية الصحافة، وهي تستغل هذه التكنولوجيا من أجل التعقب وراء الناشطين السياسيين ومن أجل رصد تحركاتهم، كما حدث مع المرحوم جمال خاشقجي وكما حدث أيضا مع عمر عبد العزيز. أعتقد أن إسرائيل الرسمية وإعلامها الرسمي وشبه الرسمي غير معني بكشف العلاقات الحقيقية بين شركات التجسس الإلكتروني الإسرائيلية وبعض الدول في إفريقيا وفي الدول العربية التي تتعامل مع هذه الشركات من أجل التجسس على معارضيها، وذلك بسبب الفوائد الأمنية والاقتصادية التي تعود على إسرائيل وعلى هذه الشركات.